ابن مارسيلو يوقع عقدا مع ريال مدريد، بايرن ميونخ يواصل رحلة البحث عن مدرب، ورونالدو يخطف الأنظار في ليلة تأهل النصر إلى نهائي كأس الملك في السعودية. يواصل إنزو ألفيس ابن النجم السابق لريال مدريد مارسيلو تألقه مع ريال مدريد، الأمر الذي دفع إدارة الفريق لتوقيع عقد طويل الأمد مع اللاعب الشاب حتى ديسمبر من عام 2026. ألفيس الذي تألق بشدة في الفترة الماضية أصبح مشروعا واعدا للإدارة بعد 7 سنوات من وصوله للفريق قادما من مدرسة سانتا أنا لكرة القدم، وتطور بشدة منذ ذلك الحين، كما أحرز 17 هدفا مع فريق الناشئين في بطولة الدوري هذا الموسم. لا يزال فريق بايرن ميونخ يبحث عن مدرب يقوده في الموسم المقبل بعد رفض الألماني رالف رانيك تدريب النادي واستمراره رسميا مع منتخب النمسا، وتسابق إدارة بايرن الزمن لإيجاد الشخص المناسب قبل انطلاق فترة التحضير الصيفية. رانيك ليس المدرب الأول الذي يرفض تدريب العملاق البافاري، هانس فليك هو الآخر اعتذر عن تولي المهمة، وكذلك جوليان ناغلزمان المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا، وتمت إقالتهما من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج في وقت سابق. خطف رونالدو الأنظار بعد تأهل فريقه النصر إلى نهائي كأس الملك في السعودية بعد فوزه على الخليج في نصف النهائي، وتصدر هدفه المميز في شباك الخليج عناوين أكبر الصفحات الرياضية على السوشيال ميديا بعد تسجيله بطريقة مميزة، كما أشاد المتابعون بالقرار الذي اتخذه قائد النصر بمنح زميله ماني ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني قبل أن يعود كريس ويحرز الهدف الثالث لفريقه. رونالدو أحرز بعدها هذه الثنائية 38 هدفاً هذا الموسم مع فريقه في مختلف المسابقات.